مولد من الناحية اليمنى أرضية ملعب المباراة. كرة اللعب سيموس فيكتور يقود هجمة من الناحية اليسرى في الدقيقة العاشرة بعدي بشكل حلو يلعب العرضية في مكان على طول عماد بيشوت الله الله معمولة بالورقة والقلم معمولة بالورقة والقلم على طول على طول على طول على طول على طول من فيكتور سيموس من فيكتور سيموس إلى محسن العيسى الذي يعلن عن نفسه أنه أهلا وثقة للمشاركة والانطلاق منذ البداية. إنها انطلاقة ماكينة الأهداف فيكتور سيموس فيكتور سيموس. شوف 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 لما عدى من هزازي عدى على طول لعب في المكان السليم وكان فيكتور سيموس يقرأ ملعب المباراة ينظر بنظرة سريعة قاطفة أين يتواجد محسن العيسى لمها العيسى وعلى طول محسن بكل إحسان في مرمى الاتحاد. الهدف الأول في هذا اللقاء في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من المباراة هدف مشاهدي على ما يبدو. سلمان الصبياني بحاول فيها بعدي الصبياني يلعب بينية إلى هزازي واحد اثنين خطرة جول خطرة جول 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 الله 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 واحدة ثنتين ثلاث اللاعبان الجديدان الصبياني في الاتحاد ومحسن العيسى في الأهلي. شوف اللعبة شوف الجملة التكتيكية شوف الأداء شوف المهارة شوف الحفظ في المنطقة الأمامية وشوف جماهير النمر الأصفر التي عادت التي تنفس الصعداء. راح أشوف لعادة شوف لعادة شوف لعادة واحدة واحدة هزازي عمل البينية هوب موة عدى 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 عد الصبياني عد الصبياني عد الصبياني عد شوف البينية السريعة شوف الصبيان الموه شوف الصبيان المعدة شوف الصبياني لما حطها في مرمى الأهلي على طول في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول. شوف ما صادها المعيوب غزالوا ما يصيدونه غزالوا ما يصيدونه إنه سبايدر كاميرا من الأعلى وحرة مباشرة ملعوبة ولكن جول الله معتز الموسى عملها معتز الموسى عملها الله في غفلة في هوجة في لوثة في كرة دراماتيكية ملعوبة معمولة من الناحية اليمنى. شوف لعادة كيف حطها طلع الموسى بالفعل. شوف لما حطها براسة معتز على طول في مرمى المزيدي ولكن ماذا يقصد ماذا يقول ماذا يتحدث لماذا يشاور. 10,000 متفرد حضور هذا اللقاء يتجاوز 25,000 متفرد في ملعب. كرة منقولة ومحاولة موجودة خطرة تنحط بالجول وانحطت بالجول من بصاص بص عليها من العين اليمنى للعين اليسرى خذها تقدم عدى ونغزها مصطفى بصاص في مرمى علي المزيدي في الدقيقة 35 وسجدت شكر الله أكبر
الله أكبر يا مروان يا مصطفى يا مصطفى يا بصاص، على الرائعة على الجميلة. شوف لما لمها، شوف لما عدى، خذ واحد خذ اثنين على طول بينغزها بالزاوية البعيدة. بص بص وشوف بصاص بيعمل ايه، بص وشوف بصاص بيعمل ايش لما عدى. شوف عدى، شوف لما عدى، شوف لما عدى، خذ خذ السعيد بشكل حلو بالزاوية البعيدة، بالزاوية البعيدة، بالزاوية البعيدة، في الجول، في الجول، الهدف الثالث، في الجول، الهدف الثالث، في الجول، الهدف الثالث من مصطفى، مصطفى، مصطفى بصاص، البصاص، بصاص، البصاص، لاعب، لاعب النادي الأهلي، البديل الذي يدفع به يارولين يتبه